السلطات المصرية تعلن حزمة تسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين. انشقاق 5 ضباط يتبعون لحزب الإخوان في القوات الحكومية وانضمامهم لميليشيات الحوثي. أبناء وادي حضرموت يرحبون بمشروع إنشاء شركة اتصالات في العاصمة عدن بعيدا عن سيطرة الحوثيين. أعلنت السلطات المصرية عن تسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي. بتوجيهات من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وتلبية لطلب مجلس القيادة الرئاسي، قدمت سلطات الهجرة والجوازات المصرية حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية. أول القرارات منح رعاية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والأردن القادمين للبلاد بغرض السياحة، تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صادرة لمدة 6 أشهر. التعليمات كذلك قضت بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد، وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعاية اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن إلى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات اليمنية المعتمدة. كما شملت تسهيلات منح رعاية اليمنيين الواصلين إلى مصر بغرض العلاج أو السياحة أو الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة. وتؤكد هذه التسهيلات والقرارات التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية. قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عمرو البيض إن المجلس لا يقبل بوضع شروط مسبقة لمحاولة تغيير ميزان القوى قبل الدخول في مفاوضات سياسية بمزاعم إنسانية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في البرلمان البريطاني حول دعم العملية السياسية في اليمن. وأضاف البيض أنه من غير الممكن تحقيق عملية سياسية تنتج حلولا مستدامة دون إقرار جميع الأطراف بقضية شعب الجنوب في خارطة الطريق ووضع إطار تفاوضي لحلها. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا مع هيئة التشاور والمصالحة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل عمل مؤسسات الدولة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور المعول عليه من هيئة التشاور في إسناد جهود الحكومة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وحل أي إشكالات تواجه ذلك. بدورها شددت هيئة التشاور المصالحة الحرص على دعم جهود الحكومة في تنفيذ خططها للإصلاحات والتعامل مع التحديات المستجدة، مؤكدة اطلاعها بمهامها ودورها وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية. أصيب 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي منذ يومين في منطقة الرحبة بالكدحة التابعة لمديرية المعافر غربي مدينة تعز. وأكدت مصادر محلية أن لغما أرضيا انفجر ب3 أشخاص من النازحين كانوا على متن ناقلة تقلهم لجلب الحطب. وفقا للمصادر فإن تلك المناطق سبق وأن جرى نزع الألغام فيها، غير أن سيول الأمطار جرفتها إلى أماكن قريبة من مخيمات النازحين. فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عددا من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية. وفند الاتهامات المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور حيال أخطاء مزعومة ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكدا اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية.
أعلنت الميليشيات الحوثية وصول 5 ضباط منشقين من القوات الحكومية إلى صفوفها ضمن عفوها العام، وفي مسعى منها لاستيعاب أكثر عدد قد يعوض فراغ القيادات التي فقدتهم على مر سنوات الانقلاب. مرحلة جديدة من تكشف الحقائق والخبايا لقيادات عسكرية كانت تتستر بعباءة الشرعية وتتخادم بشكل مبطن مع الميليشيات الحوثية ضمن نفوذ الأحزاب الإخوانية والتنظيمات الإرهابية، فما كانت تخفيه ظهر جليا وبات واضحا للعيان. الميليشيات الحوثية وبعد انضمام المئات من القادات العائدة إلى صفوفهم أعلنوا من جديد عودة 5 ضباط من جبهات حدودية ومحورية لتنضم إلى صفوف الميليشيات وتعلن ولاءها المطلق لها. القيادات المنشقة عن القوات الحكومية والمنضمة لصفوف الحوثيين وبحسب ما أعلنت الميليشيات عبر سبأ الإلكترونية التي تنتحلها، بينهم الرائد همام محمد علي المقدشي مسؤول الحماية الشخصية لوزير الدفاع السابق محمد المقدشي، والرائد فتح الوصابي قائد السرية الأولى في اللواء 3 عاصفة الحدود، وقياديين ضباط آخرين، معلنة الترحيب بهم عبر مركزها الوطني للعائدين بصنعاء. وفي سياسة ممنهجة لوضع مخرج تكذب به من خلاله الميليشيات على نفسها لتبرير عودة المنشقين إلى صفوفها، أعلنت في وقت سابق العفو العام عن المغرر بهم كما تطلق عليهم لإعادة ترتيب صفوفها ولتعويض النقص العددي وسد فراغ قيادتها التي فقدتهم في الكثير من عملياتها الهمجية والوحشية ضمن انقلابها ومنذ عامه الأول. فيما أكد ناشطون سياسيون ومراقبون للوضع في اليمن أن ما حدث كان متوقعا بحسب الكثير من المواقف والوقائع التي تواطأت فيها الكثير من الأسماء المنشقة مع الميليشيات وتخادمت معها كتسليم ألوية كاملة منذ لحظات الانقلاب الأولى، وفيما بعد بتسهيل تهريب الأسلحة وتمرير الصفقات على أكثر من صعيد وبغطاء شرعي خلافا عن حالها الذي كان أفصح من لسان مقالها. رحب أبناء وادي والصحراء حضرموت بمشروع إنشاء شركة اتصالات في عدن بعيدا عن سيطرة الحوثيين، الأمر الذي من شأنه تعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت الرديئة وتأمين شبكات الاتصالات. نحن كمواطنين في وادي وصحراء حضرموت استبشرنا خيرا بإنشاء شركة اتصالات دولية مقرها الرئيسي في العاصمة عدن، وكذلك بوابة انترنت. سوف تكون عمل وطني كبير يعني يحقق تطلعات شعب الجنوب. الاتصالات هذه المفروض من أول بداية، من بداية عاصمة الحزم يسوون الشبكة هذه، لأنه نتعامل مع عدو. فبتكون هذه الشركة هي شركة أمان بالنسبة لكل القيادات العسكرية والقيادات الصف الأول في الدولة، وبيكون أيضا ضربة قوية للعائد الذي يحققها الحوثي من خلال شركات الاتصالات ودعمها للمجهود الحربي. بتكون هذه ضربة قوية تلقاها الحوثي، فنحن نرحب مثل هذه الاستثمارات ونأمل أن تكون هناك استثمارات كثيرة في مجالات شتى، وأن تكون بداية خير وإطلاقة جديدة في مجال الاتصالات، وأن تكون شبكة ممتازة من الجيل الرابع وتغطي الجنوب كامل. فرحانين نحن بالاتصالات هذه اللي سووها في عدن، ونشكر الإمارات بما قدموها من جهود، وفرحانين. وبالنسبة للنت بيكون أقوى والشبكة تكون أقوى، وإن شاء الله الدنيا بتصير خير إن شاء الله. ولهذا فإننا تعم الجنوب الفرحة والبهجة بقدوم هذه الشركة، ونشكر جزيل الشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد وكافة المسؤولين الإمارات وحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة. طبعا أكيد الشركة هذه كشركة جنوبية نحن نفرح بها. أغلب المواطنين سيرون هذا الشيء منعكس على الواقع عندما يرون سرعة الإنترنت، عندما يرون الاتصالات الغير مراقبة والاتصالات الجنوبية البحتة، يعني من ما بيفرح بهذا الشيء وبالاستقلال. وزي ما قلنا ان الاقتصاد قائم الان على الاتصالات، كل شيء قائم. لو انقطع النت كل الحياه تموت،
أو تنتهي تقريبا. طبعا بعيدا عن احتكار ميليشيات الحوثي لشركات الاتصال، نقول أخيرا بإذن الله سوف نتمتع في محافظاتنا الجنوبية بخدمة اتصالات خاصة بالمحافظات المحررة، والذي سوف تمتاز بسرعة الانترنت. الجماهير كلها طبعا استبشرت بهذا فصل الاتصالات بين صنعاء وعدن، بيكون طبعا بداية طبعا لفكرة فاصلة. احنا مستبشرين بأي حاجة تقول لك تخدم البلاد، الشركات، أي حاجة تحرك النشاط الاقتصادي، تعمل منافسة، نحن فرحانين بها اكيد. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي مع وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بالجمهورية العميد محمد أحمد بحسين أوضاع السجون في الأقسام الإصلاحية وسبل تحسين الخدمات ورعاية وتأهيل السجناء. وشدد أمين عام محلي حضرموت على ضرورة التدخل السريع لوزارتي الداخلية والعدل للوقوف على أوضاع واحتياجات السجناء بالمحافظة وسرعة البت في قضاياهم. من جهته أشاد وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بالجمهورية بتدخلات السلطة المحلية بحضرموت في رعاية السجناء وتوفير الجوانب الصحية والتغذية والإطلاع الدائم على أوضاعهم. نشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. الأمم المتحدة تحذر من تغيرات المناخ في العالم. اختتمت دورة تدريبية في مجال مهارات الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين التي نظمها مكتب وزارة السياحة بدعم من السلطة المحلية بمحافظة سقطرة. وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين بمشاركة 50 مرشدا سياحيا إلى إكساب المرشدين السياحيين مهارات وقواعد مهنة الإرشاد السياحي، وكذلك تعميق الوعي لدى كافة العاملين في القطاع السياحي لإبراز أهمية دور السياحة التي تجذب شرائح متنوعة من السياح والزوار إلى الأرخبيل المتنوع. حذرت الأمم المتحدة من تبعات تغيرات المناخ على مختلف مناطق العالم ومنها بلادنا، وطالبت بضرورة وضع احترازات للتقليل من الآثار الخطيرة. وتشهد مدينة عدن موجة حر قياسية خاصة بعد عمليات تجريف المناطق الرطبة والحزام الأخضر والبناء العشوائي. في كل صيف يمر على مدينة عدن تتضاعف درجات الحرارة لتصل إلى أرقام قياسية. في هذا الصيف باتت أكثر حدة نتيجة احترار الأرض بفعل تغيرات المناخ التي أثرت بدورها على زيادة منسوب مياه البحر، إذ كشفت دراسات علمية أن موقع المدينة يهددها بكوارث مستقبلية. يقولوا أنه عدن لا تصاب بالتغيرات المناخية، ولكن الدلائل اللي موجودة عندنا تشير إلى أن مدينة عدن الآن بدأت تدخل ضمن التغيرات المناخية، والدليل على ذلك أنه بدءا من عام 2016 وحتى هذا العام تصاب عدن بكميات مهولة من الأمطار، يعني فوق المعتاد. والدليل على ذلك اللي هو أكثر دليل أنه الأمطار لا تأتي في الشتاء، واللي هي تعتبر مدينة عدن أمطارها شتوية، ولكن أن تأتيها في فصل الصيف فهذا الإنسان يبدأ هنا يفكر، فأن مدينة عدن بدأت تدخل ضمن التغيرات المناخية. تقارير علمية تشير إلى تأثير المناطق الساحلية في البلاد بتغيرات المناخ، إذ ستزيد احتمالية حدوث العواصف والأمطار وارتفاع منسوب مياه البحر وانعدام المياه الصالحة للشرب. الأراضي الرطبة هذه تعتبر من الثروات اللي هي لهذه المنطقة. السبب في ذلك أن هذه الأراضي الرطبة تعمل على تقليل وإضفاء الجو في داخل المدينة، ولكن الآن يتم العبث بها بشكل ممنهج وتدميرها تدمير كامل، منها أيضا الحسوة، البجع وغيرها، الردم اللي يحدث لها، الفعل ورد الفعل. إذن الردم ده اللي يحدث معناته أنت خنقت البحر، بعد ذلك البحر بيدخل عليك كأنه تسونامي لأنك تضيقت عليه. ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى مشاكل عديدة، من ضمنها الإجهاد بالنسبة للأشخاص، وكذلك المستوى الإنتاجية حتى حق الأشخاص. بالنسبة لارتفاع سطح البحر هو مشكلة أكبر، لأنه ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى الأراضي الداخلية، وبالتالي تملح المياه. لذلك ممكن نواجه بشكل كبير خاصة في عدن، ممكن نواجه مشكلة كبيرة مستقبلية في موضوع توفر المياه العذبة.
عدن عانت تجريفا للمناطق الخضراء والأراضي الرطبة وردم للبحر، وهو ما يزيد من احتمالية ارتفاع الحرارة نتيجة الممارسات العشوائية بحق جغرافيتها. لا تحتاج هذه القطعة من الثلج إلا لدقائق معدودة لتتحول إلى ماء حار لا يستصاغ للشاربين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجنوني والتي جاءت بها تغيرات المناخ التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة. الأمم المتحدة أكدت أن الأرض ليست بخير وأن الانهيار المناخي بدأ بالفعل إذ تسببت موجات الحر بوفاة الكثير في مختلف مناطق العالم، والقادم لا يبشر بخير. صالح حنش، الغد المشرع، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. السلطات المصرية تعلن حزمة التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين. انشقاق 5 ضباط يتبعون لحزب الإخوان في القوات الحكومية وانضمامهم لميليشيات الحوثي. وأبناء وادي حضرموت يرحبون بمشروع إنشاء شركة اتصالات في العاصمة عدن بعيدا عن سيطرة الحوثيين.